لحظه سافرت مع بعض الاصدقاء الى رومانيا، وفي احد الايام ذهبنا الى احد المطاعم وطلب ثلاثه من اصدقائي طبقا من الطعام معد بلحم البقر، فامتنعت عن الاكل لانني متاكد بانه قد ذبح على غير الطريقه الاسلاميه، وقالوا لي كل ولا شيء عليك. فقد سالت السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى ان ذبيحه الكافر توكل اذا ذكر المسلم عليها اسم الله تعالى قبل البلع؟ وقال احد الاصدقاء: ان ذبيحه الكافر توكل كاي طعام اخر ولا حاجه للتسميه وقت الاكل بفوات وقتها. وقال واحد من الاصدقاء: لناكل الطعام ونترك اللحم. فقلت لهم: كيف وقد طهي الطعام مع اللحم نفسه؟ واخيرا قررت عدم الاكل وتركت اصدقائي في حيره من امرهم، واكل واحد فقط اللحم، فثلاثه اكلوا من الطعام فقط وتركوا اللحم، فما حكم من اكل هذا الطعام ومن اللحم؟ وهل انا مذنب لخروجي عن راي الجماعه؟ واذا كنت على صواب فماذا ينبغي ان افعل مع اصدقائي الذين اكلوا من مثل هذا الطعام؟ هل اترك صحبتهم ام لا؟ ارجو الافاده وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الامر يحتاج الى تفصيل. اولا، ذبيحه المسلم وذبيحه الكتاب من اليهود والنصارى اذا ذبحت على الطريقه الشرعيه فهي حلال، قوله تعالى: الا ما ذكيتم، قوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. اما ذبيحه الكفار غير الكتابيين من الوثنيين وسائر الملل الكفر فلا تحل ذبائحهم لانها ميته، لان الله لم يذبح من ذبائح الكفار الا ذبيحه اهل الكتاب فقط، فما عداها من ذبائح الكفار فهي حرام. هذا هو الاصل الذي يجب ان يعلم. فذبيحه الكفار غير الكتابيين حرام بالاجماع، ذبيحه المسلم وذبيحه الكتاب اذا ذكيت على الطريقه الشرعيه فهي حلال بالاجماع. اما اذا ذبح المسلم او ذبح الكتاب على غير الطريقه الشرعيه فهي حرام ايضا بالاجماع. اما ما شك فيه من ذبح المسلم او ذبح الكتاب ما شك فيه فهذا محل الخلاف. من العلماء من يقول الاصل الاباحه، ومن العلماء من يقول بالعكس الاصل التحريم حتى يثبت الذبح الشرعي، واذا تجنبه المسلم من باب تجنب المشتبهات واتقاء الشبهات فهذا ابرأ للدين والعرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دمت ايها السائل كما ذكرت تعلم ان هذه ذبحت على غير الزكاه الشرعيه تتيقن هذا لا حرام عليك. اما اذا كان المساله مجرد شك فهذه ليست حراما، وان تجنبتها من باب الاحتياط فلا باس بذلك ما دامت انها ذبيحه مسلمين او ذبيحه اهل الكتاب. واما الطعام فانه حلال، طعام حلال من اي صنف كان من الناس، ولو طبخه كافر او وثني او، فالطعام الذي لا يحتاج الى زكاة من الحبوب والثمار والخضروات وكل الأطعمة التي لا تحتاج الى زكاة كلها حلال، والسمك كل هذا حلال في اي مكان كان والحمد لله. واما ما اشار اليه السائل من قول بعض زملائه ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا ذبائح الكفار اذا سمينا عليها قبل الاكل، هذا ليس بصحيح، هذا لا اصل له. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن لحوم تجلب في اشواق المسلمين يجلبها اناس حدثاء وعهد بالاسلام ولا يدرى هل ذكروا عليها اسم الله او لا، فقال: سموا الله انتم وكلوا. والمراد بالتسميه تسميه الاكل وليس تسميه الذبيحه، لان المسلم يستحب له عند الاكل ان يقول بسم الله، وليس المراد تسميه الذبيحه، وانما هي تسميه الاكل المشروعه، لان ما الاصل في ذبائح المسلمين والاصل فيما يجلب في اشواق المسلمين الحل الا اذا علم انه حرام، فهذا مورد الحديث وليس مورده ما ذكره السائل، لانك اذا ذكرت اسم الله على ذبيحه الكافر قبل اكلها انها تحل، هذا قول باطل لا اصل له. جزاكم الله خيرا. ما ذكره الشيخ صالح لو تكرمتم عن اصدقائها هل يسايرهم او يختلف معهم؟ ما دام انه يتيقن انها ذبحت على غير الطريقه الشرعيه فانه يتركها، وان كان يشك فيها فانه يتركها من باب الاحتياط، وان اكل فلا حرج عليه. واصدقاؤه كيف يتصرفون؟
تصرفوا معهم نفس الشيء إن كانوا يجبون أن يذبح على غير الطريقة الشرعية أو أن ذبيحه غير كتابي وغير مسلم من الوثنيين فإن تحرم عليه أما ما دام أنهم في بلاد إسلامية أو في بلاد كتابية وقدم لهم هذا اللحم والذي يغلب على الظن أنه ذبح مسلم أو ذبح كتابي فإنه يؤكل منه إلا إذا علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية جزاكم الله خيرا وخلافه مع إخوان هل يستمر أو لابد أن ينقطع وهو الأفضل كل يعمل بما ترجح لديه طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.